الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إن شاء الله هنتكلم النهاردة مع حضراتكم في مفتاح جديد من مفاتيح السعادة، مفاتيح السعادة في الدنيا والآخرة. مفتاح النهاردة ربما يحل مشاكل كتير جدا لينا، لناس كتير بتقابلها مشاكل في حياتها. ممكن يقول لك بقع في مطبات مش عارف أخرج منها. فالمفتاح ده مفتاح نجاة، مفتاح نجاة، هو مفتاح البر، مفتاح البر الصدق، مفتاح البر الصدق. هنتكلم النهاردة عن الصدق. الصدق من جاء، الصدق من جاء. نجاة يعني ينجيك من أي شيء. طيب النهاردة لو أنا بتكلم كلام يخرج من لسان، هل هو صادق في محتوى؟ هل الكلام ده صدق في محتوى؟ طيب هل الكلام ده مطابق للحال الواقع اللي أنا عايش فيه؟ هل كلامي ده مرتبط بعملي؟ صدقي في لساني مرتبط بعملي؟ هل مرتبط بأحوالي؟ هل أنت صادق؟ أولا لازم نعرف أن الصدق ده من صفات الله جل وعلا. الله جل وعلا وصف ذاته بالصدق، قال تعالى قل صدق الله، قال تعالى قل صدق الله. طيب وقوله الصدق، قال تعالى ومن أصدق من الله قيلا، لا أحد، ومن أصدق من الله حديثا، قل لا أحد. أنت لما تسمع الآية دي ومن أصدق من الله قيلا تقول إيه؟ تقول لا أحد أصدق من الله، ومن أصدق من الله حديثا لا أحد أيضا. فقوله الصدق ووعده الصدق، قوله الصدق ووعده الصدق. قال تعالى إنما توعدون لصادق، لصادق، فوعد الله صدق. طيب لما ربنا اتكلم على الأنبياء والمرسلين ماذا قال؟ وصفهم بالصدق، قال تعالى هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. فكل المرسلين صادقين، كل المرسلين وصفهم الله بالصدق. لما تقرأ في القرآن الكريم بسرعة كده عن سيدنا يوسف، عن سيدنا إبراهيم، عن سيدنا إسماعيل، تجد صفات الصدق. سيدنا إبراهيم واجعل لي لسان صدق في الآخرين. لما تقرأ عن سيدنا إبراهيم أيضا وصفه الله صديقا نبيا. سيدنا إسماعيل وكان صادق الوعد، وكان صادق الوعد، وكان رسولا نبيا. سيدنا يوسف أيها الصديق أفتنا، الصديق من الصديقية الصدق. ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، الذي لقب بالصدق قبل الإسلام. فالأنبياء والمرسلون أيضا وصفهم الله جل وعلا بالصدق. الصدق ربما يكون الإنسان صادق ويكتب عند الله صادق. تخيل، يعني في مننا اللي مكتوب عند ربنا إنه صادق، وفي مننا اللي مكتوب للأسف عند ربنا كاذب. كيف هذا؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في الحديث الصحيح إن البر، أدي ارتباط البر، البر عمل كل ما هو خير، إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق، مازال الرجل يصدق يصدق حتى يكتب عند الله صديقا. تخيل لو أنت على طول بتصدق مع نفسك، مع الله، مع الناس، تكتب عند الله أو مكتوب عند الله صديق، صادق. وقال أيضا وإن أيضا الكذب عكس الصدق يهدي إلى الفجور. يبقى إن الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وكذلك الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، عافاني الله وإياكم. ولا يزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. طيب معانا كمان سؤال من الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام. الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله، اسمع كده السؤال العجيب الجميل في نفس الوقت، يا رسول الله أيكون المؤمن، كلام هنا على المؤمن، أيكون المؤمن جبانا؟ ممكن المؤمن يبقى جبان؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. سئل طيب يكون المؤمن بخيل؟ قال نعم. فسئل يا رسول الله يكون المؤمن كذابا؟ قال لا، مؤمن ما يكونش كذاب أبدا. تخيل الصادق الحقيقي اللي بيصدق، يعني صادق في كلامه، ومع ذلك يأتي يوم القيامة ليسأله الله عن هذا الصدق. ده صادق ومع ذلك يسأل عن هذا الصدق. نعم، قال تعالى ليسأل الصادقين عن صدقهم. اسمع الآية تاني، ليسأل الصادقين، ده صادقين ومع ذلك سيسأل عن صدقهم. ليسأل الصادقين عن صدقهم. طب انت تستفيد ايه من الآية دي؟
انك ترد وتقول ايه ده، هيسأل الصادقين عن صدقهم، امال الكاذب، امال الكاذبين، هذا حال الصادقين يسألون عن صدقهم، فما بال الكاذبين. يلي بتكذب حالك هيبقى ايه لما الصادق سيسأل ويحاسب عن الصدق؟ فما بال الكذب الذي يكذب في حياته، كل حياته كذب، يقولك معجون بمية الكذب، حتى في النقطة اللي بيضحك بيها، يعني في الدعابة يكذب. اسمع، النبي صلى الله عليه وسلم وعد وضمن بيت في الجنة لمين؟ قال أنا زعيم بيت في ربض الجنة. زعيم يعني ضامن، أنا ضامن بيت في طرف الجنة لمين؟ لمن ترك الجدال ولو كان محقا. وضامن بيت في وسط الجنة صلى الله عليه وسلم لمين؟ لمن ترك الكذب ولو كان مازحا. النبي كان يمزح، كان بيبقى ليه دعابة، ولكن صدق، لا يتكلم إلا صدق. النهاردة ساعات كاملة في الكذب، نكت في أشرطة بالساعات كلها كذب. وضمن أيضا النبي صلى الله عليه وسلم بيت في أعلى الجنة لمن حسنت أخلاقه، لمن حسنت أخلاقه. فالنهاردة أنت لو بتكذب حتى في دعابة تكتب عليك كذبة. اسمع كده، هديك موقف بسيط كده وجميل. سيدنا بلال ابن رباح مؤذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان معه أخ، فراح لبيت ناس من قريش يخطب لأخيه، راح يخطب له امرأة من قريش. فلما راح لهم فقال قد عرفتم، نحن بيقول لهم نحن من قد عرفتم، انتوا عارفيننا، نحن من قد عرفتم. وبعدين شوف بقى، اسمع كده هيعرف بنفسه بقى هو وأخوه، نحن من قد عرفتم، كنا عبدين فأعتقنا الله تعالى، وكنا ضالين فهدانا الله تعالى، وكنا فقيرين فأغنانا الله تعالى. اسمع اسمع اسمع، يبقى هو عرف بنفسه هو وأخوه، احنا كنا عبدين أعتقنا الله، وكنا ضالين فهدانا الله، وكنا فقيرين فأغنانا الله تعالى. فأنا جئت لأخطب هذه الفتاة، جئت لأخطب لأخي فلانة، أنا جيت أخطب فلانة دي لأخي، اسمع، فإن تزوجوها له فالحمد لله، مش الشكر ليك وأنا متشكر ليك، لا، فإن تزوجوها أو تنكحوها له فالحمد لله، وإن تردون فالله أكبر، الله أكبر من كل شيء. فطبعا هم زوجوا، تشاوروا مع بعضهم، فقالوا لبعضهم، طبعا أي حد بيتشاور هنتشاور ونرد عليك، فتشاوروا مع بعض، ماذا قالوا؟ قالوا أنتم تعلمون سابقة بلال ومشاهد بلال وغزواته ومشاهده وسابقته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنتم عارفين فضله إيه مع النبي عليه السلام، فزوجوا فوافقوا. الشاهد اللي أنا بحكي لك عليه، لما خرجوا من عند الناس، فأخو سيدنا بلال بيقول لأخيه اللي هو سيدنا بلال، بيقول له إيه؟ بيقول له غفر الله لك يا أخي، الله يغفر لك. يعني كان لازم لما تعرف تقول اللي أنت قلته، ما كنتش يعني ذكرت سابقتنا ومشاهدنا وكذا وكذا مع رسول الله، يعني كنت ذكرت الكلام ده وتركت ما عدا ذلك، وتركت عدا ذلك، ما كنتش تركت يعني ذكرت الحاجات التانية. فرد عليه سيدنا بلال رحمه الله وقال مه، يعني اسكت يا أخي، صدقت فأنكحك الصدق، صدقت يعني أنا صدقت لما اتكلمت، فأنكحك الصدق الذي زوجك الصدق. عشان كده نصدق مع الله، لازم تكون صادق مع الله، مع نفسك، مع الناس، ما تبقاش كل حياتك كذب. الصدق من جاء، الصدق يدخل الجنة، مفتاح من المفاتيح التي تدخل بها الجنة، التي تذكر فيها بين الناس بالخير. لذلك كل مدخلك يبقى صدق، أي مكان دخله بصدق، أي مكان هتخرج منه بصدق. لذلك قال تعالى ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، فخلي دخولك بصدق وخروجك بصدق. أيضا لسانك يكون بصدق ولسان صدق، إن يكون لك لسان صدق مع بين الناس في الآخرة مذكور بالخير، وقدم صدق، ان تكون مقدم صدق لاخرتك تلاقيه في الاخره قدم صدق، والاخيره وهي مقعد صدق، اي كلك مكان يرضي في الجنه. واحد يقول لي طيب انا صادق، او اعرف ناس كتير صادقه، او واحده تقول لك انا لو حطوا السيف على رقبتي ما كذبش ابدا، بس بتصلي؟ لا، ازاي بتصليش بس صادق؟ يقولك اه كل كلامي صدق بس ما بصليش، ما بصومش. لا، الصادق الحقيقي بيصلي، الصادق الحقيقي بيزكي،
الصادق الحقيقي بيصوم، الصادق الحقيقي اللي بيساعد الأرملة والمسكين وابن السبيل، كل ده داخل في الصدق. انك تقيم صلاتك وانك تؤتي زكاتك وانك تساعد الناس وانك تقضي حوائج الناس، كل دوت داخل في الصدق. الصبر داخل في الصدق. اسمع، قال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة، حتى إقامة الصلاة أهي، وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. اسمع، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.